سيادة الرئيس اسمع ده كلام مهم كافي لنا تنازلات اهمتنا واحنا الشعب كله على شوية قلة الصدق اهمتنا لما بتتنازل كأن ما مش معانا ارادة ولا معانا واحنا ادينا ارادتنا لك انا اضم صوتي لا صوتش تمام طيب انت لحظة بكلام مهم انت لا تراضي مع الامات انا مع صوتك انا مع صوتك مع رأيش تمام الطلب الثاني نسألك بالله وبكتاب الله وبجاه محمد بن عبد الله الله تتخلى عن الشعب هذا ونأكد للمشترك الذي قال انهم دفعوا زلط للذي خرجوا امس ان الناس خرجوا حبا وطواعية وما خرجوش الناس كلهم عاد الناس الباقي في بيوتهم ما قدرش يطلعوا احنا نمثل 25 مليون يكونوا مليون يا فندم في 66 حريقة احنا انا اريد منك الطلب الثاني والمؤكد انا اؤكد لهم ان الشعب خرج طواعية وحبا في الوطن ودفاعا عنه ومناصرة لك لذلك لا تخذل الجماهير سيادة الرئيس رب ضارة نافعة لا تهتزم من الذي تنازلوا حتى علي محسن علي محسن يمثل شخصه لا يمثل الجيش ابناء الجيش الشرفاء ولا يمثل الوطنيين ولا يمثل الشعب يمثل شخصه لكن وانا اقولها وقلبي يقطر دم نحملك انت المسؤولية لانك عفيت عنهم ما حاسبتهمش استمعت لوصابة الجزيرة قطر واحنا كلمنا السفير القطري انا من دخل السفير القطري وقلت له لما قال احنا بنسعى لوساطات قلت له كانوا وساطاتكم اخرجتوا العملاء والخونة اسمعني يا سيادة الرئيس اسمعني قلنا للسفير القطري قلنا انت السبب في المجزرة الذي حصلت في ساحة الجامعة القناصات الذي تقنصوا يا سيادة الرئيس كانوا يأتوا مثل الجيش يا اخي ما رفت ولا الرئيس حين بيحاكنا خلنا يسمعنا القناصة يا سيادة الرئيس كلكم مستشهدوا عليكم في حرب الحوت يا رماشي 94 ولا لا ان كانوا جاءوا مصابين الجيش في الرأس وفي الصدر وفي الرقبة هذا الذي توسطت لهم قطر وعاد قطر بتتوسط لدخول 16,000 سلاح يعني اغتيالات اش بتقول قلت اتسلم السلطة اراقة الدماء اتسلمهم عيب على دماء مجازر هذا لا مجرمين هذا لا اعطاء الله زي ما سلموا سعطاء الان بيفعلوا في سعطاء مجازر يا فندم بالوطنيين والاوفياء انتم شركا معك وطنيين هيفعلوا فينا هيفعلوا عبادة للشعب لذلك نحن نحملك المسؤولية ما هوش الحل في تنازلك للسلطة الحل في انك تحاسبهم هذا لا قتله مجرمين نحاب اراضي كلهم معروفين يا اخي من هم حميد الاحمر ولا حسين الاحمر حسين لانه ما قالوا معه المؤتمر لبعض سقوطه في اللجنة العامة وانتو عارفين حميد الاحمر انتو عارفين ايش هو اكبر مجرم قتل الجيش تذكروا قتل العسكري في 93 ليش ما طالبتوا بهذا قد يجمعوا القصاص ليش ما تحاسبوهم الان الذي مش ساقط الوزراء لا تتسش منهم هذا الذي كانوا مندسين كانوا عملاء في 66 حريقة يا اخي قالوا عندما السيطش تبعد الفسادة لا يصيروا الدائري يصيروا واحنا نزيد ندي الكراء حقهم يصيروا يتسموا في 66 حريقة يا سيادة الرئيس سمعنا خبر قالوا انت مشيش تحاسب الفسادة لانه ما بلا ما